تحرص شركات صناعة الألبان ومشتقاتها في مملكة البحرين على مضاعفة الإنتاجية للوفاء بمتطلبات شهر رمضان المبارك، والتي يرتفع الطلب عليها بما يقارب الضعف. هذه الاستعدادات تتمثل في توفير كافة المواد الخام المطلوبة لتوفير تلك المنتجات، فيكون المعروض منها يغطي الطلب خلال الشهر الفضيل. خطوط إنتاج تعمل على مدار الساعة لتوفر للمستهلكين متطلباتهم في الشهر الكريم من الألبان ومشتقاتها، والتي يرتفع الطلب عليها بنسب كبيرة في هذه الأيام المباركة. فهذه المنتجات المتنوعة تعد مطلبا رئيسيا على المائدة البحرينية، والتي تدخل في معظم الأطباق التي يتم إعدادها خصيصا في أيام رمضان. الأيام اللي فاتت قمنا بزيادة الإنتاج بعد زيادة الأسعار للشركات المنافسة، وإحنا طبعا زاد الطلب على المنتج المحلي، بحيث أن إحنا ما غيرنا أسعارنا يعني إلا بشكل بسيط يعني زين، ونحاول إن شاء الله نغطي السوق المحلي بقدر المستطاع بالهمة الشباب اللي عندنا، وإحنا إن شاء الله مستعدين لهالموسم، وعندنا زيادة في إن شاء الله راح تلحظونها في الأيام الجاية من حيث التوزيع ومن حيث الإنتاج. وبعد قاعدين نعمل على تطوير المصنع لتلبية الاحتياجات للسوق المحلي. الصناعات البحرينية في قطاع الألبان تعد الخيار الأول في الأسواق المحلية، فهذه المنتجات تلاقي طلباً عالياً لجودتها المتميزة وأسعارها المناسبة، فالقائمون على هذا المصنع يعملون وبشكل متواصل لتحقيق اكتفاء نسبي وسد حاجة السوق المحلية. اتجاه وتوجه لاستهلاك طوال هذا الشهر منتجات بعينها، إما تكون تحت قسم الطازج أو طويل الأجل، فلأن هذا الموسم مثل ما تحدثنا موسم خاص، فيتم الاعتماد على البيانات للعام الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأجوائية التي تطرأ مع الأيام. فما قبل موسم شهر رمضان يتم الإعداد إلى كل متطلبات هذه المنتجات، بدءا من الباكينج ماتيريال إلى الرو ماتيريال، حتى يكون هناك قدرة على تلبية متطلبات السوق المحلي. منتجات متميزة ذات قيمة غذائية عالية مصنعة بأعلى معايير الجودة تقوم عليها أيد بحرينية لتوفير كافة المنتجات التي يحتاجها الصائم من الألبان ومشتقاتها. وفرة في إنتاج الألبان ومشتقاتها استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، فهذا المنتج المحلي تقوم عليه أيد بحرينية تسعى وبشكل متواصل للعمل على المساهمة في سد احتياجات السوق في هذه الأيام المباركة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.